وإلى آخر متابعة في أمسية الليلة أيها الأحبة، الحديث عن وثيقة جنيف لاتفاق لشبوبة بموجب المرسوم السلطاني رقم 19/2021، تفاصيل مختلفة برفقة ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا بمدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار الأستاذ علي بن حمد المعمري. مساء الخير أستاذ علي، وحياك الله في برنامج من عمان. مساء النور عليكم جميعا. بداية نتحدث عن مفهوم أيضا بيانات المنشأ أو المؤشر الجغرافي وعلاقته بالمرسوم السلطاني 19/2021. نعم، في البداية طبعا نحب نتحدث حول موضوع المرسوم السلطاني. صدور المرسوم السلطاني 19/2021 صادر في 3/2442 في 15 فبراير 2021. طبعا هو يعتبر لأهمية كبيرة لمجال الملكية الفكرية بالأخص المؤشرات الجغرافية، وحقيقة طبعا العالم أجمع طبعا في النظر لكل دولة دخلت في هذه الاتفاقية الدولية. نعم، يعني أيضا هناك تفصيل في هذه الاتفاقية وضحها المرسوم، نتحدث عن هذه التفاصيل. نعم، طبعا المرسوم السلطاني يتحدث حول الموافقة على انضمام سلطنة عمان لاتفاق جنيف للمؤشرات الجغرافية وكذلك بتسميات المنشأ. طبعا هي تهتم في موضوع حماية كل مكتسبات الوطن. طبعا بالنسبة لهذه الاتفاقية اعتمدت في 2015 وأصبحت في حيز التنفيذ في 2020. مميزات هذه الاتفاقية طبعا تقوم بحماية المؤشرات الجغرافية سواء وطنيا أو خارج السلطنة، كذلك تعطي حماية أوسع، حماية دولية على سبيل المثال بالنسبة للمؤشرات الجغرافية التي تختص في اللبان العماني. اللبان العماني طبعا لو تم يعني زرع الشجرة ونقلها من موقع ظفار إلى منطقة أخرى، صحيح، ما يعطي بنفس الجودة. بذلك طبعا سلطنة عمان تتميز في العديد من المنتجات ولله الحمد. عندنا طبعا المؤشرات الجغرافية بالنسبة للحلوى العمانية، بالنسبة للخنجر العماني، كذلك طبعا بالنسبة للمعز جبل الأخضر وأبقار الجنوب، وكذلك الخنجر السعيدي، وفي نفس الوقت طبعا في منتجات عديدة جدا يتم حمايتها. جميل، طيب آلية الحماية الدولية أستاذ علي بموجب هذه الاتفاقية؟ نعم، طبعا بالنسبة للحماية لها جانبين، في جانب وطني وفي جانب دولي. دولي. بالنسبة طبعا للجانب الوطني يتم حمايته داخل السلطنة بموجب المرسوم السلطاني 67/2008 في المواد 48، وطبعا نص القانون ل 11 مادة. يتم حمايته داخل السلطنة، وبعد ذلك يتم طبعا حماية طلبات لجنيف المكتب الدولي في سويسرا. يتم طبعا تحديد الدول المراد حمايتها، وبعد ذلك يتم حماية الطلبات إلى الدول الأعضاء. بالنسبة طبعا للحماية يتم حماية الدول عن طريق نظامهم الوطني. على سبيل المثال يتم حماية الطلب من سلطنة عمان إلى مكتب الدولي بجنيف، وبعد ذلك يتم إحالته إلى الدول الأعضاء. الدول الأعضاء عندهم قوانين وتشريعات وطنية بموجبها طبعا يأخذ يعني اخذ الاعتبار القوانين عندهم، هل يقبل هل يرفض. اذا تم قبول الطلب يتم مخاطبه دول الاعضاء بقبول الطلب، وبالتالي تعتبر الحمايه ساريه. نعم، وطيب مده هذه الحمايه كم تكون تقريبا؟ بالنسبه طبعا للمؤشرات الجغرافيه والبيانات الجغرافيه ليس لها حمايه، تكون لها حمايه طبعا غير محدده، بعكس الأنظمة الأخرى العلامات التجارية أو بالنسبة للبراءات أو التصاميم الصناعية لها مدة محددة. نعم، ذكرت في حديثك كإشارة سريعة أنه السلطنة أيضا لها تجارب في حماية بعض المنتجات أو المؤشرات الجغرافية، نتحدث عن هذه التجربة. نعم، بصورة موجزة للمشاهد. نعم، لله الحمد طبعا بموجب مرسوم السلطان 67/2008 الفصل الثاني في المادة 48 طبعا تحدث حول موضوع المؤشرات الجغرافية. تقريبا من عدة سنوات تم استقبال طلبات عديدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية وكذلك الصناعة الحرفية، وطبعا الوزارة قامت بحماية المؤشر الجغرافي بالنسبة للبان العماني. طبعا لماذا سعت السلطنة لحماية تلك المكتسبات الوطنية؟ تسارعت السلطنة لانضمام هذه الوثيقة، وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة،
لأجل حماية مكتسباتها، وفي نفس الوقت طبعا هذه المؤشرات إذا تم حمايتها دوليا وطنيا بيعطي طابع عالمي حول مفهوم المؤشر الجغرافي لسلطنة عمان، وماذا تتميز تلك المنتجات بالنسبة للحلوى العمانية. ربما يكون العالم ما يعرف عن السلطنة، بعض الأحيان المنتج يعطي انعكاس للسلطنة، اللبان العماني، الليمون العماني بعد. جميل، يعني كيف أنت تصنف تجربة السلطنة في هذا المجال حسب الإشادات الدولية؟ والله الحمد لله رب العالمين، إحنا ربما نكون من الدول العربية بالنسبة للمؤشرات الجغرافية يعني لنا الأفضلية. جميل. وكذلك طبعا بالنسبة للانضمام إحنا نعتبر سادس دولة بالنسبة لوثيقة جنيف لاتفاق لشبونة. نعم. أما بالنسبة لاتفاقية لشبونة عدد أعضائها 30 دولة إضافة للاتحاد الأوروبي. نعم، هذه الاتفاقيات ماذا تضفي على السلطنة كبعد؟ نعم، طبعا سابقا في حال عدم انضمام السلطنة ربما تكون مكتسبات الوطنية للمنتجات ما لها حماية، مهددة. نعم بالفعل، ولكن في هذه الحالة بعد الانضمام السلطنة تسعى جاهدة لحماية تلك المكتسبات، وبعد ذلك طبعا تمنع أي استخدام أو التسجيل يتعلق بمؤشر وطني أو حتى مسمى. على سبيل المثال الحلوى العمانية لا يمكن تسجيلها خارج السلطنة، كذلك اللبان العماني برغم طبعا المميزات اللي يكتسبها أو اللي صحيح طبعا داخل المنتج نفسه، وهذه كنوز وطنية. نعم نعتز فيها في عمان دائما. صحيح. أنا أشكرك على هذا الحضور والتوضيح أكثر بخصوص هذا المرسوم السلطاني 19/2021. سعيدين بوجودك في استوديو برنامج من عمان هذه الليلة. علي بن حمد المعمري، مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، سعدنا جدا بك. ربي يخبرك، شكرا جزيلا. ودائما نسعد بمتابعتكم الطيبة مشاهدينا الأحبة. هذه كانت حلقة بداية الأسبوع، نتمنى أن نكون قد وفقنا أيضا في عكس هذا الحراك الوطني، متمنين لكم أسبوعا حافلا بالفرح والبهجة، بداية جميلة لنهاية أجمل التحديات من فريق عمل برنامجكم من عمان ومخرجنا إبراهيم الزجال. تصبحون على ألف خير، إلى اللقاء.